بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 10 exam vocabulary and structure number 1. The problem with some of these drugs is that they are so very accessible. مشكلة بعض من هذه المخدرات ان هي سهل كم هو متاح الوصول اليها جدا. سهل الوصول اليها. That they are so very accessible يعني سهل الوصول إليها أو يمكن متاح جدا الوصول إليها. Accessible. اللي بعده number 2. I cannot find my watch. I may lose it. أنا ممكن أكون أنا مش لاقي ساعتي ممكن أكون فقدتها. I may lose it. ممكن دي تعبر عن إمكانية. إمكانية في الوقت الحاضر هو مش لاقي الساعة فطبعا في احتمال إن هو يكون فقدها. May lose it. احتمال في الحاضر. May زاد الفعل في المصدر. Number 3. This is a daring new film by one of our most original modern directors. ده فيلم جديد جريء. تم عمله بواسطة واحد من أكثر المخرجين الحديثين المبدعين. original معناها يعني أصلي وفي نفس الوقت معناها مبدع. من أكثر المخرجين المبدعين original modern directors. من أكثر المخرجين المبدعين of our most original modern directors. من أكثر المخرجين المبدعين original. number 4. he must live near here. هو لازم يكون عايش بالقرب من هنا because he comes to work on foot. انه بيجي العمل على الأقدام. بيجي العمل على الأقدام. انا استنتجت من كده ان he must live near here. لازم يكون عايش بالقرب من هنا. في عندي يبقى في عندي تأكيد اللي هو عايش بالقرب من هنا. انا استنتجت منها ان هو من المؤكد في الوقت الحاضر ان هو يكون عايش بالقرب من هنا. فطالما في تأكيد مثبت في الحاضر اخذ مصدر الفعل في الايه في المصدر. تأكيد مثبت في الحاضر مصدر الفعل في المصدر. نمبر 5. there was a large ball like structure on top of the building. كان في هيكل على شكل كرة كبير على اعلى المبنى. هيكل على شكل كره. استراكشر معناه هيكل على شكل كره كبير على اعلى المبنى. استراكشر هيكل. نمبر 6. she can't be a mother. مش ممكن انها تكون ام. she's only 14 years old. هي عندها 14 سنه بس. طبعا انا استنتجت من هي عندها 14 سنه ان هي لا يمكن ان تكون. كنت متاكد بس متاكد في شكل النفي. تاكيد منفي. تأكيد منفي في الوقت الحاضر. كانت زاد الفعل في المصدر. تأكيد منفي في الوقت الحاضر. كانت زاد الفعل في المصدر. يبقى أقول شيء كانت بي أمزر. مش ممكن تكون أم. ليه؟ أنا استنتجت ده منين؟ من إن هي عمرها 14 سنة. فمن خلال عمر 14 سنة استنتجت إن هي مش ممكن تكون أم. شيء كانت بي. استنتجت تأكيد. يبقى هنا في تأكيد. تأكيد منفي في الوقت الحاضر. تأكيد منفي في الوقت الحاضر. أقول كانت زاد الفعل في ليه؟ في المصدر. اللي هي عكس المصدر. اللي بعد نمبر 7. NATO is short in. It's short in North Atlantic Treaty Organization. ان كلمة ناتو هي مختصرة short in north هاخد ال in atlantic ال a نا وبعد كده treaty ال t وبعد كده organization ال o يبقى ناتو. يبقى هنا north atlantic treaty organization يعني منظمة معاهدة شمال الاطلنطي. منظمة معاهدة شمال الاطلنطي اللي هي الناتو. يبقى ناتو is short in يختصر الى نمبر 8. don't eat it. ما تاكلوش it. not poisoned. it could be poisoned. لانه ممكن يكون ايه ممكن يكون سام. ممكن
انا استنتجت من عدم الاكل عشان انا ما اكلتش. انا بقول له ما تاكلش، فهو استنتج من كده ان ده ممكن يكون سام. لما اقول له ما تاكلش الطعام ده، هو بيستنتج ان الطعام ده ممكن يكون سام، ممكن وممكن يكون صح وممكن يكون غير سام. يبقى هنا في احتماليه. طالما في احتماليه في الوقت الحاضر اخذ كود زاد الفعل في الايه في المصدر. احتماليه في الوقت الحاضر اخذ كود زاد الفعل في المصدر. انا استنتجت دي من كلمه دونت ايت ات، خلاص. يبقى في احتماليه في الوقت الحاضر اخذ كود زاد الفعل في الايه في المصدر. استنتجت الاحتماليه دي من كلمه من الجمله اللي هي دونت ايت ات. طيب اللي بعد، the bad weather ruined our ship our trip. يعني ايه؟ يعني حطم رحلتنا. we had to cancel. انت احنا علينا ان احنا الطقس السيء حطم رحلتنا. ruined our trip ruined our trip يعني حطم رحلتنا. we had to cancel. انت علينا ان احنا ايه علينا ان احنا نلغيها. we had to cancel ruined يعني حطم. طيب او خرب الرحله. Number 10. He nugget around here because his car is parked here. لأن سيارته واقفة هنا. فأنا استنتج من كلمة سيارته واقفة هنا إن لازم هو يكون من حوالينا. لازم هو يكون حوالينا. استنتج لازم يكون حوالينا. استنتج لازم يعني تأكيد. تمام؟ تأكيد في الحاضر. يبقى he must be around here. تمام؟ هي تأكيد في الحاضر must be. طيب بعد كده 11. The police are very concerned for the welfare of the losing child. البوليس كان قلق بالنسبة لسعادة ورفاهية الطفل اللي هو مفقود. losing child يعني الطفل اللي المفقود. losing child الطفل المفقود. اللي بعده. Jerry is very tall. Jerry طويل جدا. So he nugget good at basketball. أنا استنتج من طوله إن هو لازم يكون كويس فين. لازم يكون انه ممكن يكون كويس في الباسكتبول. So he might be good at ان هو ممكن يكون. طالما طويل يبقى ممكن يكون. الامكانيه في الوقت الحاضر might زائد be زائد الفعل في المصدر من خلال الطول. طيب only a local person في could find their way through the maze of the narrow streets. فقط اللي هو اللوكال بيرسون يعني شخص محلي، شخص من اصحاب المنطقه، هو اللي ممكن يجد طريقه ثرو ذا ميز من خلال متاهة الشوارع الضيقة لأليويز. أليويز الشوارع الضيقة. ثرو ذا ميز. ميز كلمة ميز. ثرو ذا ميز اوف ذا نارو رود يعني ميز يعني خلال متاهة الشوارع الضيقة. ثرو ذا ميز اوف ذا اوف نارو رودز. نمبر 14. تشوز ذا سنتنس بيلو ويز ذا كوريكت بانكتويشن. اختار الجملة مع البنكتويشن صحيح. طبعا انا اختار ايه؟ علي عند احمد. في عندي هو هاد بين فرندس فور لونج اللي هم اصدقاء لفترة طويلة. طبعا دي جملة اعتراضية احطها بين كوم باتنين كوما. خلاص. went on vacation ذهبوا الى رحلة together every summer. بيذهبوا في رحلة معا ذهبوا في رحلة معا every summer كل صيف. طبعا الجمل الثانية طبعا دي خطأ. الجمل الثانية خطأ. هي دي الجملة الصحيحة اللي هي ايه. اللي بعده. The Egyptian civilization is one of the oldest and the most important civilizations in history. Egyptian civilization حضارة مصرية هي واحدة من أقدم وأهم الحضارات في التاريخ. It began around 3100 BC when the first pharaohs Narmer united upper and lower Egypt. هي بدأت حوالي الحضارة المصرية دي بدأت حوالي 3100 قبل الميلاد عندما أول فرعون اسمه نارمر وحد مصر العليا ومصر السفلى يعني الصعيد والدلتا. مصر العليا اللي هي upper Egypt and lower Egypt. مصر السفلى اللي هي الدلتا. The civilization lasted for more than 3000 years. الحضارة دي استمرت لأكثر من 3000 سنة.
and left behind many amazing things, وتركت خلفها كثير من الأشياء المدهشة. The ancient Egyptians built incredible pyramids. مصر القدماء بنوا أهرامات لا تصدق, which were huge structure. الأهرامات دي كانوا عبارة عن بنايات ضخمة. Used as tombs, استخدمت كايه مقابر for their pharaohs, لفرعينهم. They اللي هم ايه ancient Egyptians, المصريين القدماء. Also created beautiful art, أبدعوا في beautiful art, الفن الجميل, such as painting, مثل الرسومات, and sculpture, والمنحوتات. And developed a system of writing called hieroglyphics, وطوروا نظام من الكتابة يسمى الهيروغليفية. The Egyptians, المصريين, had a rich culture and religion, كان عندهم ثقافة غنية جدا ودين غني. They believed in many gods and the goddesses. هم كانوا بيؤمنوا بعدة آلهة وإلهات. And they built impressive temples, وبنوا أهرامات وبنوا معابد مبهرة. To worship them, علشان خاطر يعبدوا الآلهة دي. They also had a strong belief in the afterlife. أيضا كان عندهم إيمان قوي في afterlife, الحياة الأخرى أو حياة ما بعد الموت. And the mummified their dead, وحنطوا ميتهم. To preserve their bodies, عشان يحفظوا أجسامهم. For the next life, الحياة القادمة. The Nile River was very important to the Egyptian. نهر النيل كان هام جدا للمصريين. It provided water for drink, بيوفر المية للشرب, bathing, والاستحمام, and farming, والزراعة. The Egyptians were skilled farmers. المصريين كانوا فلاحين مهرة. And grow crops, وزرعوا المحاصيل, like wheat, زي القمح والذرة يعني, and barley, and the flax along the river banks, حول ضفاف النهر. The civilization declined about 332. الحضارة دي انهارت حوالي 332 BC, سنة حوالي سنة 332 قبل الميلاد, وإن ألكسندر ذا جريت كونكيرد إيجيبت, عندما غزا الإسكندر العظيم مصر. however, مع ذلك, the legacy of the Egyptian civilization continues to be studied, ومع ذلك التراث الحضارة المصرية ما زال يدرس, and admired, وما زال الإعجاب به by people all over the world, بواسطة ناس في كل أنحاء العالم. This ancient civilization, هذه الحضارة القديمة, has left a lasting impact, تركت تأثير كبير on the world, على العالم, through its art, من خلال فنهم, architectures, من خلال الهندسة المعمارية, and the religious beliefs, والمعتقدات الدينية. The Egyptian civilization is a fascinating and important part of a human history. الحضارة المصرية fascinating يعني ساحرة ومدهشة, and important برضو, وجزء هام of a human history, من التاريخ الإنساني. اللي بعده, who was the first pharaohs to unite the upper and lower Egypt, مين هو أول فرعون وحد مصر العليا والسفلى؟ طبعا اسمه نارمر. When did Narmer's religion begin? متى بدأ حكم رين, يعني حكم نارمر؟ Around 3100 AD, قبل الميلاد. About 3100 BC, يعني قبل الميلاد. حوالي 3100 بي سي قبل الميلاد بدأ حكم نارمر. What is the word which is antonym of impressive? ايه الكلمة العكس impressive؟ عكس impressive, لأنك عندك كلمة ineffective غير مهم. Impressive يعني مبهر مهم, ده ineffective غير مهم.
What does the underlined pronoun they refer to? الضمير اللي تحته خط اللي هو they بيشير إليه. The ancient Egyptian. المصريين القدماء. طيب. What can be inferred about the Egyptian civilization? ماذا يمكن أن تستنتج من الحضارة للمصرية؟ مستنتج من الحضارة المصرية إيه؟ Egyptian civilization has had a lasting impact on the world. لها تأثير كبير على العالم. حضارة مصرية لها تأثير كبير على العالم. What is the suitable title اللي هو العنوان اللي هو الممكن للقطع. The civilization of Egypt. حضارة مصر. What is the word which is the closest in meaning to legacy. إيه الكلمة الأقرب للمعنى أو بتساوي legacy. Legacy يعني تراث. بتساوي heritage. تراث. Legacy بتساوي heritage يعني تراث. What is the main idea of the passage؟ إيه الفكرة الرئيسية في القطعة؟ The main idea of the passage، القطعة فكرة رئيسية زي The history of Narmer، the art and architecture of مصر، of Egypt، the religion of Egypt، the legacy of Egyptian civilization. The legacy of Egyptian civilization يعني تراث الحضارة المصرية. تراث الحضارة للمصرية. طيب نيجي بعد كده القطعة اللي بعد كده. Egyptian festivals are vibrant and the colorful celebration that reflect the rich cultural heritage and traditions at the country. Egyptian festivals, الاحتفالات المصرية are vibrant. Vibrant يعني هي تعتبر vibrant and colorful celebration. تعتبر احتفالات يعني ملونة واحتفالات ساحرة. Vibrant. مفعمة بالحياة. مفعمة بالحيوية. حيوية. Vibrant and colorful celebration. That reflect هي بتاعك. The rich cultural heritage. التراث الثقافي الغني. And the tradition والتقاليد of the country. التراث وتقاليد التقاليد تعكس التقاليد والتراث الثقافي الغني. تعكس التقاليد والتراث التقاليد والتراث الثقافي الغني of the country للبلد. These festivals are deeply rooted in ancient Egyptian religious practices. هذه الاحتفالات هي عميقة في الممارسات الدينية المصرية القديمة. And have evolved over thousands and ممتدة لآلاف السنين. One of the most important festivals in Egypt is the celebration of عيد الفطر. واحد من أهم الاحتفالات في مصر هو احتفال بعيد الفطر. Which marks the end of Ramadan اللي هو بيعتبر اللي هو بيعتبر نهاية رمضان. The Islamic holy month of fasting اللي هو الشهر المقدس الإسلامي للصيام. During this festival أثناء هذا الاحتفال families gather to share meals. أثناء هذا الاحتفال العائلات بتجتمع علشان تشترك في الوجبات. Exchange gifts وتتبادل الهدايا. And engage in acts of charity وتنخرط في أعمال الصدقة. It اللي هو عيد الفطر. It is a time of joy and اللي هو الاحتفال. It is a time of joy هو وقت للبهجة. And thanksgiving for the blessings received during Ramadan. احتفال للبهجة والشكر للبركات التي خلفها شهر رمضان. Another significant festival is شم النسيم. في احتفال آخر هام هو شم النسيم. An ancient Egyptian spring festival هو احتفال ربيعي مصري قديم. That dates back to pharaonic times. يعني ده بيمتد احتفال شم النسيم بيمتد إلى عهود الفراعنة. It is celebrated on the day after Coptic Easter. هو بيحتفل به في اليوم اللي بعد الكوبتيك في إيستر اللي هو عيد الفصح بالنسبة لإخواننا المسيحيين. And is a time يعتبر وقت for families للعائلات to enjoy
بيكنيكس عشان تستمتع بالرحلات اللي الخلوية. فيزيت باركس وتزوروا المنتزهات and the gardens والحدائق. and they eat traditional foods وتناول الأطعمة اللي التقليدية such as salted fish مثل السمك المملح and the colored eggs والبيض اللي الملون. The festival of مولد النبي. احتفال مولد النبي is a popular religious celebration. هو احتفال ديني مشهور that honors the birth of Prophet Muhammad. ده احتفال مولد النبي بيحتفل بميلاد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. It is marked by procession. هو بيميز باللي بالمواكب processions and the sweets والحلويات. And is an occasion for people ومناسبة للناس to come together أن يجتمعوا to express their devotion to Prophet Muhammad ليعبروا عن امتنانهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. In addition to this religious festival, بالإضافة لهذه الاحتفالات الدينية, Egypt also hosts a variety of cultural events. إيجيبت أيضا, مصر أيضا تستضيف تنوع من الأحداث الثقافية and celebration والاحتفالات including the Cairo International Film Festival, مشتملة أحداث ثقافية دي منها الاحتفال ب الاحتفال بالفيلم الدولي في القاهرة, احتفال فيلم دولي في القاهرة, زي أسوان International Women Film Festival والاحتفال بال يوم الفيلم بالنسبة للمرأة الدولي, and the Luxor African Film Festival والاحتفال بالفيلم الأفريقي في لوكسور. Overall, خلاصة الموضوع, Egyptian festivals, الاحتفالات المصرية are a reflection of the country's diverse religious and cultural tradition. الاحتفالات المصرية هو انعكاس للتقاليد الثقافية والدينية المتنوعة للبلد. They are a time for people, هو يعتبر وقت للناس to come together في أن يجتمعوا معا celebrate their heritage ويحتفلوا بتراثهم and create lasting memories ويبدوا باللي lasting memories بالذكريات الماضية with family مع العائلة and friends والأصدقاء. Choose the correct answer. Number one. What is the purpose of Cairo International Film Festival and the other similar events? ما هو هدف الفيلم الدولي بالقاهرة, احتفال الفيلم الدولي بالقاهرة and the other similar events والأحداث الأخرى المشابهة to showcase international and local film, لكي تعرض الأفلام المحلية والدولية to showcase, لعرض الأفلام المحلية والدولية. What is the common theme among Egyptian festival, ما هو الموضوع المشترك الرئيسي العام بين الاحتفالات المصرية. The exchange of gifts هو تبادل للهدايا. طيب what does underlined pronoun it in the passage refer pronoun it دي في القطعة بتشير إليه. The celebration of عيد الفطر, الاحتفال بعيد الفطر. What is the word which is the closest in meaning to farong in the passage, إيه الكلمة اللي هي قريبة في المعنى لكلمة farong in the passage في القطعة. Ancient اللي هي القديم. طيب what can be inferred about cultural events in Egypt, ماذا يمكن أن نستنتجه من الأحداث الثقافية في مصر. They are a way, هي تعتبر طريق to showcase لإظهار Egypt's artistic and cultural diversity,
هو طريق لإظهار التنوع الثقافي والفني لمصر. تنوع ثقافي والفني لمصر. What is the significance of colored eggs in شم النسيم؟ ما أهمية البيض الملون في شم النسيم؟ They symbolize new life and fertility. هو بيرمز إلى الحياة الجديدة والخصوبة and fertility. What can be inferred about the importance of family in Egyptian festival? ماذا يمكن نستنتج من أهمية العائلة في الاحتفالات المصرية؟ Family plays a central role in Egyptian festival. العائلة بتلعب دور رئيسي في الاحتفالات المصرية. طيب What is the main idea of the basilica؟ الفكرة الرئيسية في القطعة Egyptian festival are vibrant and colorful celebration. الاحتفالات المصرية هي احتفالات ملونة ومفعمة بالحياة. That reflect countries rich cultural heritage and tradition. دي بتعكس التقاليد والتراث الثقافي الغني للبلد. طيب نيجي بعد كده لترانسليشن اللي هي الترجمة. Some tourist sites. بعض المواقع السياحية في الإسكندرية include iconic citadel of Kaitbay مشتملة على قلعة قايتباي الشهيرة. The Miss Mary Zing Populosica Alexandrina ومكتبة الإسكندرية الساحرة. The beautiful منتزه بالاس قصر المنتزه الجميل. And the Islamic catacombs of قوم الشقافة وسراديب الموتى التاريخية في قوم الشقافة. دي القطعة. Some top tourist sites in Alexandria. بعض المواقع السياحية الكبيرة في الإسكندرية include بتشتمل على the iconic citadel of Kaitbay اللي هو قلعة قايتباي الشهيرة. The Miss Merizing Populothica Alexandrina ومكتبة الإسكندرية الجميلة. الساحرة. The beautiful منتزه بالاس قصر المنتزه الجميل. And the historic catacombs of قوم الشقافة وسراديب الموتى التاريخية في قوم الشقافة. طبعا عندي هنا A و B و C و D. طبعا كل جزء انا هاخد طبعا هنا هي عندي هنا C صح هو C. A فيها كلمة الجغرافية المواقع الجغرافية المواقع التاريخية تشمل معظم افضل طبعا هنا بعض مش معظم تشمل بعض افضل المناطق السياحية طبعا دي صح تشمل مكتبة الاسكندرية كاتب مكتب الاسكندرية فهي سي. اللي بعده The New Modern Museum المتحف الحديث الجديد in Old Cairo في القاهرة القديمة showcases بيعرض المتحف الحديث الجديد في القاهرة القديمة بيعرض A rich collection of ancient Egyptian artifacts بيعرض مجموعة غنية من القطع artifacts اللي هو القطع الأثرية المصرية القديمة providing visitors with a unique opportunity. طيب مما يوفر للسياح للزائرين a unique opportunity يعني فرصة فريدة to delve into the captivating للتعمق في ال captivated history التاريخ المتعمق and the culture of Egypt وثقافة التعمق في التاريخ
into the captivating في الحصول على التاريخ في التاريخ and the culture of Egypt وثقافة مصر. هنا طبعا أنا هاخد دي. يعرض المتحف الحديث في القاهرة القديمة مجموعة غنية من القطع الأثرية artifacts المصرية القديمة، مما يوفر للزوار فرصة فريدة للتعمق، فرصة فريدة للتعمق to delve into، للتعمق into the captivating، to delve into the captivating للتعمق في history في تاريخ وثقافة مصر، للتعمق delve into the captivating، للتعمق delve into the captivating للتعمق في تاريخ وثقافة مصر. عندي هي ال D. أما A و B و C طبعا في حاجات اللي هي عندي كلمة فرصة بدل فريدة كاتب مميزة، هنا مجموعة غبية مجموعة غنية، هنا كاتب مما وفر للزوار يعني يزود الزوار، مما يوفر للزوار يوفر، هنا وفر. طيب هنا عرض، هو يعرض، هنا عرض، هنا يعرض. طيب اللي بعده، خان الخليلي الذي يقع في قلب القاهرة. خان الخليلي located in the heart of Egypt. Located in the heart of Egypt. خان الخليلي اللي هو يقع في قلب القاهرة is a vibrant and bustling bazaar. هو بازار نابض بالحياة وصاخب. نابض بالحياة، نابض حياة وصاخب. Known for its traditional crafts. معروف بحرفه اليدوية. Traditional crafts. معروف بحرفه اليدوية. Spices توابله، jewelry مجوهراته، and the vibrant atmosphere وأجواء النابضة بالحياة، أجواء atmosphere يعني غلاف جوي يعني أجواء، أجواء vibrant نابضة بالحياة، offering visitors بيوفر للزوار a truly immersive and authentic Egyptian shopping experience، بيوفر بيقدم للزواج للزوار تجربة، تجربة شراء، تجربة تسويق مصرية أصيلة وغامرة immersive. يبقى هنا تجربة تسوق مصرية، تجربة تسوق مصرية أصيلة وغامرة حقا، تجربة تسوق مصرية أصيلة غامرة حقا. شفت؟ تجربة تسوق مصرية أصيلة وغامرة حقا. طيب ليه ايه خان الخليلي located in the heart of Egypt. خان الخليلي التي تقع في قلب القاهرة is a vibrant and bustling bazaar. هو بازار بازار يعني محل صغير، بازار مفعم بالحياة، نابض بالحياة، bustling يعني صاخب، نابض بالحياة وصاخب. For its traditional crafts بحرفه اليدوية التقليدية، spices توابله، jewelry مجوهراته، and the vibrant atmosphere وأجواءه النابضة بالحياة، offering visitor يوفر للزوار a truly immersed اللي هي immersive، هي immersive مش immersed، immersed غلط، immersive and authentic Egyptian shopping experience، تجربة تسوق مصرية أصيلة و immersive يعني مبهرة حقا. هي هو كاتب immersed، لا هي immersive، كاتب immersed هنا غلط. خان الخليلي located in the heart of Egypt، لا تقع في قلب مصر، is vibrant and the bustling bazaar، هو بازار نابض بالحياة وبسلينج، وايه وكلمة بسلينج معناه ايه صاخب، نابض بالحياة وصاخب. known for its traditional crafts يعني معروف بحرفه اليدوية التقليدية، spices jewelry and vibrant atmosphere واجواء نابضة بالحياة، offering visitor بيعرض للزوار بيوفر للزوار a truly immersive and authentic Egyptian shopping experience. يعني هنا كتب experiences تجارب، لا هي experience، هنا الخطأ. خان الخليلي locating، هنا located
in the heart of Egypt اللي تقع في قلب مصر عند لوكيتنج is vibrant and the bustling bazaar يعتبر بازار أو دكان صاخب ونابض بالحياة vibrant known for its traditional crafts معروف بحرفه اليدوية known for its traditional crafts معروف بحرف اليدوية spices jewelry and vibrant atmosphere أجواء نابضة offering visitor بيوفر الزوار a truly immersive and the authentic Egyptian shopping experience بيوفر تجربة تسوق مصرية أصيلة and immersive يعني مبهرة أو غامرة. طيب دي القطع هناخد ايه طبعا هنا الاخر حاجة تتمتع مصر بأهمية ثقافية هائلة. Egypt holds immense cultural importance. Egypt holds immense cultural importance. تتمتع بأهمية ثقافية هائلة. Immense. Boasting ancient monuments حيث boasting يعني تفتخر بالancient monuments بالأثار القديمة temples والمعابد and tombs والمقابر that showcase التي تعرض the country's rich heritage التراث الغني للبلد and they contribute وتساهم to our understanding بفهمنا of ancient civilization للحضارة القديمة making it a significant destination مما جعلها مقصد هام for cultural enthusiasts العشاق للثقافة العشاق الثقافيين for culture enthusiasts عشاق الثقافة and history lovers ومحبي التاريخ. Egypt holds مصر تتمتع مصر holds immense cultural importance أهمية ثقافية كبيرة boasting حيث تفتخر ancient monuments boasting يعني تفتخر ancient monuments بالآثار القديمة temples المعابد and tombs والمقابر that showcases التي تعرض the country's rich heritage التراث الغني للبلد and contributes وتساهم to our understanding بفهمنا of ancient civilization بالحضارة القديمة making it مما جعلها significant destination مما جعلها إيه وجهة مهمة for cultural enthusiasts لعشاق الثقافة and history lover ومحبي التاريخ كله كده خلاص. طيب كده يبقى احنا خلصنا unit 10 exam. شكرا. السلام عليكم.